أم باسي عكس النقيضين في الذهون. طبعا لو كتابيك لا تسهيل بس يعكس النقيض الكردوة لو بحث ذا جوان كانت جوان هنا وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. التناقض، تناقض يعني دو شد نقيض يقبن واتا نفاذ بن لقال يكا اگر يكيان بو او تريان لنا ولم ضد يقبن شن كالزد اگر دو شد زد يقبن اجتماعيا محاضة طبعا ارتفاعيا محاضنية. الآن رشو سبي اجتماعيا محاولة يكون كونارنا برام أكريه ارتفاعيا بذي ارتفاعيا محاولية يكشي واحد لآنة واحدة نسوني هم سبي بي وهم رش بي برام أتواني نسبي بي ونرش بي بل قصور بي. أما تناقض لبين دوشتا معمولا أبي مثلا آخر علينا نقيض الشيء رفعه نقيض هرشته لا بردني أو شيء أيه. مثلا إنسان نقيض كيف لا إنسان يشتيك يواك مساوي لا إنسان دي. مثلا إذا كان أكو زوج وفرد حالبي زوج وفرد نقيض يكن شن هر كامل كان بقري مساوي نقيض كيف أو تريانا. مثلا إذا كان يعني مساوي نقيض كيف تريانا عايز الزوج لقاو فرد مساوي لا زوجة يعني وقت بلي لا زوج ولا زوج أقول زوج فرد أوعي فرد مساوية لقل لا فرد نعم فرد كأخوي هي زوج لبرابر ياها هي زوجة مساوية لقل لا فرد كواتا أوي كابب النقيم يا قطعا حرفك النفي بنيت سر خويو يا شتيت وابك لنظر معني ومساوي بي لقل حرفي نفي وأمشي هذا هو نقيض وياك. أما ديالا أو تناقض كأما اللي راباسي أكين لبيني دو خزياء صورة بقري بويه أغير التناقض هو اختلاف القضيتين. تناقض أويك يقنكوتني دو قضية يعني دو قضية اختلاف الشديد يعني ببير شو الاختلاف يعني ببير اختلافك الشديد بيه بحيث يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى أشياء أو اختلافة أو نشديد به بجوري كوابه كان الصدق داني كانوا كذب أو يتريان لازم به بتوجبه. يعني لا تكونان صادقتين ولا تكونان كاذبتين يعني دو قذق أبواب النار هكيان صادق بن نار هكيان كاذب بن شون كان الصدق يكيانو كذاني من داني كان صادقة أبيت الصدق صدق داني ألزيان كاذبة هروها أقرب كذب يكيان رقمان بن أداني صدق صدق أو يتريان صادق بل تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة وله شرطان وتناقض ذو شرطها. الأول أن تكون القضيتان متحدتين في ثمانية أمور شرطية كم هو يا أشياء أو ذو قضية متحد بن يقبن لحجدان الشتاء حجدان كأو حجدان عبارة لموضوع محمول زمان مكان شرط إذا فوق وفعل جزء كل موضوع شون لغل موضوع متحد بن لأن يكون الموضوع فيهما شيئا واحدا موضوع فيقبه فسوكو تو بلي الإنسان ناطق جاء مجرد الإنسان ليس بناطق أما أجر وابو بلي الإنسان ناطق أم جاوز الفرس ليس بناطق يتم نقيض يبني شنك أمانة اجتماع الشأن هيا وأتواني ارتفاع الشأن به أكري إنسان ناطقنا له فرسيش مثلا فرز نعتقد بالعكس مثلا عقل هلا قلي أول طبعا بالحالة اجتماعية هي على الإنسان ناطقه وفرسيش نعتقنيها دنيا جنا روخا ها بس كواتا أشياء اجتماعية محاولة يعني على هكذا صادقة تغلي الإنسان ناطق والفرس ليس بناطق يعني لا صدقية كيانو كذبي أو تلازمات أما بو شنك دو قضيك اتحاد موضوع يعني ليس تناقضا فمثل الإنسان ناطق مع الفرس ليس بناطق تناقضني إذ الموضوع في أحدهما الإنسان في الأخرى الفرس وهما شيئان لا شيء واحد دوشتي جواز شيء واحد أرجع اتحاد محمول بأن يكون المحمول فيهما شيئا واحدا
وكو الإنسان ناطقون كواتا عيسى الإنسان ناطقون لذر الإنسان ليس بصاهلين إنسان صاهلين صاهل صفة أسمى حارب أو وهما شيئان أو يتناقضان ليس تناقضا شن إذ المحمول في إحداهما ناطق وفي الأخرى صاهل وهما أذن شيئان لا شيء واحد كواتا ليش أقر محمولك يجنبه صدقيك كان مستلزمك في الوتريان نيت وأبجأت في هم زمانا بأن يكون الزمان فيهما واحدا كانت أجلتها مستمر القمر منخفف وقت الحيلولة لولا شغل ليس القمر بمنخفف وقت التربيع أما تناقض عليه فقمر منخفف لوقت حيلولة دا. أو حيلولة أو كاتيك زوي أكويت بين روج ومانجو تو مانجا جيري لو كاتي حاضرين كالزري شن كمان أو شوقيك هايتي لتيشي روج واليجري دي أقر زري كوتا زي يكبر لتيشكا كأقري يتيشي روج بمان ناقا فزمان رشا بيتي أجيري وجمان جيري أو كاتي حيلولي حاضرين أبجا ليس القمر بمنخسي وقت تربيعي وقت تربيع مثلا ماني أقري بشواء حفتهم هل سري هل حفتهم مثلا سري حتى أو سري حتى دوان معمول هو تربيعة يعني كلاو بشوار دانا حفتي قالوا سر وقتانا دا حاربي هين نهجيلي ما نهجيلي هين دو كاتا دا أو هلو مرجا ناية تفيرشوكا زوي بركشتي روشلي كاتا أولي قمر من خاتلين لوقت تربيعة في وقت تربيع وقت حيلو لجاية ليه قوايا أنا قلت نهجيلي إذي زمان في ما نكتواش زمان غني يعني أي مكان هذا مكان بأن يكون المكان فيما واحدا فمثل زيد قائم في الدار مثلا لولا شبه زيد ليس بقائم ولا في السوق أما تناقضية إذ المكان فيما ليس واحدا شن كذبية كيانو يعني خصية كيانو كذبية وزي لازم نعي شرط شكا يقول بأن يكون الشرط فيما واحدا وكوشي وكو زيد يحب فمثل زيد يجب إكرامه إن جاء زيد أجر هذا واجب الإكرام باشا لا شيء زيد لا يجب إكرامه إلا أن يجي أجر نية واجب الإكرام يعني بشرط هات واجب الإكرام بشرط نهات واجب الإكرام ليس أو ليش أدروني ليس إذا الشرط فيهما ليس واحد أرجع إضافة يعني نسبة مثلا شو لأن تكون نسبة فيهما واحدة نسبة جيدة مثلا كل شيء كواتر أجر مثال زيد أعلم أهل العراقي لولا وبرجن زيد ليس أعلم أهل اليمن تناقض عنيه أنت مثلا العراق أبغين زيد عالم ترين فهم ليمن أشنك كشكي تريكي مثلا لخلقي على لو كس عالم ترى أعلم أهل اليمن فهو تناقض عنيه لأن الإضافة فيهما ليس الواحدة وإنما الأعلمية في الأولى بالنسبة والإضافة إلى أهل العراق وفي الثانية بالنسبة والإضافة إلى أهل اليمن حوتم مشكلني يقول حوتم بيت الجزء كل لأن يكون الحكم فيهما حكم لهذا الكلام إما على الكل وإما على الجزء أقل لسا كل بولسا كل بين لسا الجزء بولسا الجزء لا أن يكون الحكم في إحداهما على الكل وفي الأخرى على الجزء وأنا بي كاتر زيد أبيالو مثلا ظلين أسنانه يعني ديانا كاني لازم زيد ليس بأبيال يعني كله شاكا أو تناقمي حاربي كيف يقسم هذا الديانة كان يقول لي يقسم أنه مو بدني قوة وفعل لها مو بدني وثمان همو بدني سبينية يعني نفي سبينية لها مو بدني قوة وفعل بأن يكون الحكم فيهما حكم لها الجنة بالقوة بيا حكم لها الجنة بالفعل نبي ليه كان بالقوة والفعل بالفعل حاضرين لا أن يكون الحكم في أحداهما بالقوة بلا أخرى بالفعل وتناقم هذا وهو مثلا زيد عالم فستبجد عالم بالقوة لولا شبه زيد ليس بعالم بالفعل تناقل بين يمانية فاشكاذاك بسواء قرق شيء تخلني يعني زيد باشا توجد زيد عالم أما بالقوة المنزولة يعني قرق خلني بسواء زيد يعني زيد ليس بعالم بالفعل يعني الآن عالم نية وهل كان كاس بخطوة ليس تناقبا إذ الحكمون في أحداهما بالفعل وفي الأخرى بالقوة لا شرط تشفيد وباب يسمي يا الله.